وزارة الصحة أعلنت امبارح أنها استقبلت أكثر من 35 مليون زيارة من السيدات، وده من بينهم 8 مليون و800 سيدة تلقوا خدمات صحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، وده منذ انطلاقها في 2019 لحد النهاردة. صحيح يا بسنت. طيب إيه هي الخدمات اللي بتقدمها هذه المبادرة؟ مين المستهدف في الفترة الجاية؟ هنعمل إيه في هذا الأمر على مستوى جميع المصريين؟ على التليفون معنا دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، يجاوبنا عن كل هذه التفاصيل. صباح الخير دكتور حسام. صباح الخير يا فندم، تحياتي لكم ولمشاهدي حضراتكم الكرام. اهلا بيك يا فندم، يعني حابين نعرف من حضرتك اخر الاحصائيات الخاصه بالمبادره فيما يتعلق بالفحص والخدمات اللي بيتم تقديمها. يعني الخدمات هي موجهة إلى السيدات أو المرأة فوق سن 18 سنة للتعامل مع الكشف المبكر عن أي أعراض مرتبطة بالثدي، لأنه الحقيقة أورام الثدي هي من أكثر الأورام شيوعاً بين النساء، ولكنها تتميز عن بقية الأورام بأنها يمكن الشفاء منها بنسبة تتجاوز 100% في حالات الاكتشاف المبكر. وبالتالي الحمد لله اللي بيتم اكتشافه مبكرا في المراحل الأولى منه بيتم علاجه بشكل تام ونهائي. فالفئة المستهدفة هي النساء فوق سن 18 سنة. الفحص الأساسي هو الكشف المبكر عن أي احتماليات لا قدر الله لوجود أورام بالثدي، لكن احنا مش بنكتفي لذلك، احنا بنتكلم كمان على الاطمئنان على الحالة الصحية العامة للمرأة من خلال الكشف على الأمراض غير السارية، السكر، ضغط الدم، قياس الوزن والطول، وتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة أو زيادة الوزن، بالإضافة إلى التوعية بعوامل الخطورة التي تسبب الأمراض غير المعدية أو الأمراض غير الساري. هايل يا فندم. يعني كمان عايزين نعرف يعني من حضرتك يمكن بروتوكولات العلاج المبادره بتوفرها، يعني هل في بقى هنا رسوم بتدفع؟ لا خالص، هذه كل مبادرات السيد رئيس الجمهوريه هي مبادرات تقدم على نفقه الدوله المصريه للمستهدفين بالمبادرات. المريض ما بيدفعش اي حاجه خالص. احنا بننقسم الى حالات المسح في الاول، واللي بيحتاج الى فحوصات متقدمه بيتم تحويله الى مراكز الاورام المتخصصه سواء التابعه لوزاره الصحه او الجامعيه لاجراء مزيد من الفحوصات المتقدمه زي فحص الماموجرام على سبيل المثال، ولا قدر الله اذا لقينا حاجه بيتم سحب عينات وتحليلها لبيان اذا كانت اورام او غيره. في حال لا قدر الله ثبوت بالتشخيص الاكلينيكي والاشعاعي او الاشعه والفحوصات وجود اورام، بيتم تقديم العلاج وفق البروتوكولات العلاجيه الموضوعه من قبل المبادره، ايضا بالمجان لكل اللي عندهم لا قدر الله اورام في الثدي. طيب الكلام ده متوفر يعني في كم محافظه؟ يعني اللي بتسمعنا دلوقتي في صباح الخير يا مصر تتوجه لفين لو في محافظه ايه؟ المتوجه في كل المحافظات. المبادرة المسح والتوعية موجودة في كل وحدات الرعاية الأساسية في كل المحافظات ال 27 محافظة، بالإضافة إلى المراكز المتخصصة. عندنا 14 مركز للمتخصص في الأورام أيضا منتشر في المحافظات المختلفة تابع لوزارة الصحة، و14 مركز تابع للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أو في المستشفيات الجامعية، بحيث إن احنا نقدر نغطي كل المحافظات من خلال وحدات الفحص الأولي ومن خلال أماكن الإحالة والعلاج وتقديم الفحوصات المتقدمة. طب في كمان يا فندم كلام عن يمكن تجهيز هذه المراكز ببحوث تطبيقية، يعني عايزين نعرف الهدف منها إيه؟ يعني لا شك ان النهارده حضرتك عارفه انه الذكاء الاصطناعي والكشف من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص وفي الكشف وفي الفحوصات، ده بيجعل الكشف اكثر دقه والفحوصات اكثر دقه. احنا النهارده شغالين على تقديم تقنيه الذكاء الاصطناعي في اجهزه الماموجرام وفي اجهزه الكشف عشان يبقى الفحص اكثر دقه واقل في استهلاك الوقت واسهل للقائمين على
تقديم الخدمه العلاجيه. طب دكتور عصام، عندنا ارقام يعني، هل تم يعني عندنا مثلا تم اكتشاف كم حاله لغايه دلوقتي مصابه بسرطان الثدي في خلال هذه المبادره؟ يعني احنا خلينا برضو عشان الناس تبقى عارفه، احنا بدانا المبادره في سنه 2019 في يوليو تحديدا 2019. من يوليو 2019 حتى هذه اللحظه تم اكتشاف 18954 حاله مصابه بسرطان الثدي في مراحله المختلفه. تم اجراء اكثر من 292786 اشعه ماموجرام، وسحب اكثر من 28859 عينه اورام لتحليلها. يعني مجهود كبير يا فندم. نشكرك دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، شكرا ليك يا فندم.